شكرا جزيلا، الله يسلمكم. انا الطبيب الاختصاصي استاذ دكتور حسام الدين سالم النجار، اعمل تدريسي في كلية الطب جامعة تكريت، وباحث في علم الأدوية، وأدرس مادة الأدوية في كليات المجموعة الطبية، الطب وطب الأسنان نعم والصيدلة والتمريض. نعم يعني أول شيء تحياتنا لكل أهالي تكريت الحبيبة، وتحياتنا لك أستاذ. يعني اليوم لو نتحدث أيضا عن شكرا. براءة الاختراع اللي حضرتك حصلت عليها وتفاصيل أكثر عنها. حقيقة براءة الاختراع هي جزء من بحثي في الدكتوراه. أنا حصلت على الدكتوراه من كلية الصيدلة جامعة الخرطوم في بلدنا الثاني السودان الحبيب. نعم كانت جزء من رسالة الدكتوراه أنه استخلصنا منتج من شجرة النخيل وحولناه إلى مستحضر دوائي بمعايير المستحضرات الدوائية في مصنع أدوية أمي فارما، وتم الأمر بشكل علمي ودقيق، وكان هناك دراسة لسمية هذه المادة، نتأكد من عدم سميتها بعد نعم حصول موافقة مجلس الأدوية والسموم نعم في جمهورية السودان على استعمال هذه المادة للبشر كونها آمنة. باشرنا بالبحث، والحمد لله كانت النتائج طيبة في أن يكون المستحضر جزء من علاج قلة الخصوبة عند الرجال، طبعا في حالات معينة يعني. نعم طيب خلينا نحكي دكتور عن فعاليته كمان تحديدا لهذا العلاج. يعني هل فعاليته يعني جيدة؟ وانت ذكرت هلأ تحديدا انه لبعض الحالات، فشو الحالات اللي بتستلزم استخدام هذا العلاج، طب وشو نعم الحالات اللي صعب استخدام العلاج لإلها؟ نعم طب نعم نعم طبعا المستحضر كان عبارة عن مثل ما ذكرنا مستحضر مستخلص من الجرابات الذكرية لشجرة النخيل اللي هو غبار طلع النخيل، وتم عزله وتجفيفه و خلطه وإضافة المواد لكي يصبح مستحضر صيدلاني قابل للتعبئة وقابل للامتصاص في جسم الإنسان. وتم اختيار عينة معينة من المرضى اللي يعانون من قلة الخصوبة، اللي عندهم ضعف في النشاط والحركة للحيامن الذكرية وقلة في العدد، مع إجراء فحوصات هرمونية لهم قبلية وبعدية، وأيضا فحوصات المني قبلية وبعدية، وتم إعطائهم المستحضر ومتابعتهم لمدة 3 شهور، وكانت النتائج جيدة، وتم اعتماد المستحضر من مجلس الأدوية والسموم السوداني، نعم وتم تسجيل البراءة في وزارة العدل الإدارة العامة للملكية الفكرية قسم براءات الاختراع في جمهورية السودان، نعم وصدقت البراءة من وزارة الخارجية السودانية والسفارة العراقية بالخرطوم، نعم طيب دكتور، هل راح يكون هذا وتم اعتماد موجود البراءة في أيضا الصيدليات من ومتوفر؟ جمعية المخترعين العراقيين و نعم مركز الإبداع والابتكار. هل راح يكون هذا المستحضر نعم. متوفر ومدعوم، يعني موجود في الصيدليات في متناول يد الجميع؟ حقيقة بعد اشتراكي في المؤتمر اللي دعانا له مركز الإبداع والابتكار نعم العراقي في بغداد، وجهنا دعوة للمشاركة في المؤتمر الذي رعته كلية الصيدلة جامعة البصرة في مدينة البصرة الفيحاء. ذهبنا إلى هناك، وكان هناك بحدود 80 براءة اختراع، واللجان التحكيمية العلمية
أعطتني المركز الأول في المحور الطبي لبراءة الاختراع، والآن المرحلة الثانية أنه يوجد لقاء قريب مع رجال أعمال عراقيين برعاية وزارة الصناعة والتقيس والسيطرة النوعية لتسويق المنتج والبحث عن من يتبناه لتشكيل خط إنتاج وإنتاج هذا المستحضر وطرحه في السوق لمن يحتاجه من الناس. نعم إن شاء الله دكتور. طيب دكتور، هل هناك أي نباتات أخرى ممكن أنه يستخلص منها مثل هيك علاجات، ولا بس تحديدا النخيل؟ وإذا كانت بس تحديدا النخيل شو السبب؟ طبعا المستقبل كله في المملكة النباتية. المملكة النباتية هي هدية من الله سبحانه وتعالى للبشر، وفيها من الأسرار والعلاجات والمستحضرات الطبية والعشبية، هي بحر هائل من هذا الأمر، والمجال مفتوح للباحثين للبحث في كل المواد الفعالة في الأعشاب والنباتات الطبية. وحقيقة يعني هذه دعوة من منبركم الكريم للوزارات المختلفة والأجهزة المختلفة في الدولة والجامعات والمراكز البحثية للاهتمام بالأبحاث، أبحاث النباتات والأعشاب الطبية، لأنه هي يعني منبع لا ينضب لمعالجة مختلف أنواع الأمراض. طبعا ليس شجرة النخيل فقط، المملكة النباتية مملكة ضخمة صحيح. وفيها كل ما يحتاجه الإنسان من علاجات، لكن الأمر يحتاج إلى بحوث علمية لإثبات الأمان وعدم السمية، وكذلك لإثبات الفعالية، وهي حقيقة يعني أبحاث تحتاج إلى مجهود ووقت ومال، تحتاج إلى تمويل. هذه النوعية من الأبحاث هي أبحاث مكلفة. البحث أنا في السودان يعني كلفني كثيرا إلى أن أكملت هذا البحث، والحمد لله. نعم أكيد صحيح الحمد طبعا. شكرا جزيلا لك دكتور، شكرا لوجودك ويانا، ونتمنى لك أكيد كل التوفيق. لله. شكرا جزيلا. في الختام اللقاء أشكركم وأشكر مشاهديكم، ولا يفوتني أن أشكر جامعتي، جامعة تكريت، التي أكيد أرسلتني تحياتي للدراسة لهم. لدراسة الدكتوراه في السودان الشقيق، وكذلك أشكر أساتذتي الكرام في كلية الصيدلة جامعة الخرطوم، وأشكر مركز الإبداع والابتكار العراقي وكلية الصيدلة جامعة البصرة على رعاية مؤتمر البراءات. نعم تحياتنا شكرا. لإلك ولإلهم جميعا كمان دكتور، وأكيد مشكورين دائما على داعمين هيك يعني براءات اختراع. نعم. مثل ما عم نشوف احنا، يعني إن شاء الله نشوف كمان علاجات أخرى لأمراض أخرى مستعصية أكثر من هيك.